متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم آخر توقعات الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام القادمة. استمرت المملكة تحت تأثير أجواء غير مستقرة بشكل عشوائي غير منتظم ومتفرق، حيث هطلت زخات أمطار متفرقة في أجزاء عدة من المملكة. كانت هذه الزخات أكثر وضوحا في مناطق الأغوار إضافة إلى المنطقة الشمالية وبعض مناطق البادية. ننتقل معكم للحديث حول حالة الطقس المتوقعة خلال 24 إلى 48 ساعة قادمة. هناك توقعات بتأثير لامتداد منخفض جوي جديد وكتلة هوائية باردة ورطبة، تكون عادة الهطولات المطرية أكثر انتظاما في المنخفضات الجوية، وعليه متوقع أن تهطل الأمطار في شمال المملكة بمشيئة الله وأجزاء من المنطقة الوسطى تحديدا البلقاء والعاصمة عمان، وتكون المناطق الجنوبية والشرقية محافظة مادبة محافظة الزرقاء بعيدة نسبيا عن تأثيرات هذا المنخفض عدا عن نشاط الرياح الغربية. توقعات بتراجع الفعالية الجوية بشكل واضح ليلة الجمعة على السبت ويوم السبت، وبالتالي نهاية للأحوال الجوية غير مستقرة واستقرار تام على الأجواء وارتفاع في درجات الحرارة. ننتقل معكم الآن للحديث حول آخر صور الأقمار الصناعية الملتقطة لدينا هنا خصيصا في طقس العرب، التي توضح حركة الغيوم من حولنا. نلاحظ معكم حزام رعدي كثيف جدا من السحب الركامية الممطرة يغطي مناطق واسعة من شمال السعودية وصولا إلى دولة الكويت وغرب الأراضي الإيرانية، مسببا لهطول أمطار كثيفة جدا وحدوث فيضانات عارمة في تلك المناطق. في حين تظهر بعض السحب المتفرقة في سماء المملكة تحديدا البادية الجنوبية الشرقية والشرقية، إضافة إلى أقصى المنطقة الغربية المملكة تحديدا مناطق الأغوار، حيث متوقع هطول زخات أمطار مع ساعات بعد الظهر وعصر هذا اليوم قد تكون غزيرة بعد مشيئة الله. التوقعات الخاصة بالأمطار خلال الفترة القادمة نلاحظها معكم. يوم الخميس هنالك توقعات بهطول زخات أمطار متفرقة في أجزاء عدة من المملكة غير منتظمة في جنوبها وشرقها أقصى المنطقة الشرقية، إضافة إلى غور الأردن في أقصى المنطقة الغربية. في حين تتأثر المنطقة يوم الجمعة بامتداد لمنخفض جوي جديد وكتلة هوائية باردة، بحيث تنتظم الهطولات المطرية على كامل الأجزاء الغربية من سوريا ولبنان، إضافة إلى شمال ووسط دولة فلسطين وصولا إلى شمال وأجزاء من وسط المملكة. في حين نلاحظ أن جنوب فلسطين إضافة إلى جنوب وشرق المملكة بعيدة تماما عن هذه الفعالية الجوية، وهذا ما تتسم به المنخفضات الجوية الحركية في العادة. نلاحظ معكم كذلك حال استمرار هذه الفعالية يوم الجمعة وتراجعها بشكل كامل يوم السبت واستقرار تام على الأجواء في جميع المنطقة. التوقعات الجوية الخاصة بالليلة القادمة في العاصمة عمان، توقعات بتجدد هطول زخات متفرقة الأمطار تدريجيا بعيدة ساعات انتصاف الليل وساعات فجرة يوم غدا الجمعة، مع صغرى متوقعة في العاصمة عمان تقريبا 12 درجة مئوية مع ارتفاع في نسب الرطوبة ونشاط في الرياح الجنوبية الغربية. توقعات الجوية الخاصة بالثلاث أيام القادمة، نلاحظ معكم انخفاض آخر الحارة يوم غدا الجمعة، درجات حارة تقريبا حول حاجز 15 درجة مئوية في عمان، وتوقعات بهطول زخات من الأمطار في العاصمة مع تشكل للضباب في الأجزاء المرتفعة منها. تكون هذه الأمطار أكثر انتظاما في البلقاء وشمال المملكة، في حين تستقر الأجواء مع ساعات ليلة الجمعة على السبت ويومي السبت والأحد مع ارتفاع ملموس في درجات الحارة وتشكل للضباب في مناطق السهول الشرقية، وبالتالي تحذير من انعدام مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق. كان كل ذلك حتى اللحظة.